السلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي. نكون مع مداخلة الدكتور زياد الحافظ. ما بعرف الدكتور زياد على أساس اليوم بده يكمل الدولة العميقة، مش هيك دكتور مبدئيا زياد؟ مبدئيا هيك نعم تفضل دكتور زياد. على كل حال أنت تختار ما تقول ونحن يعني نرحب ونفرح دائما. السلام القدس عليكم جميعا. وسلام القدس لك وعليك. صحيح مداخلتي اليوم حتكون القسم الأكبر على استكمال الدولة العميقة، ولكن قبل ذلك في عندي تعليق صغير على التطورات الأخيرة التي حصلت. يعني النتيجة اللي هو فيها أستاذ ناصر أنه نحن ربما متجهين إلى نوع ما من الاتفاق، أنا نفس النتيجة ولكن من منطلق مختلف، على أساس أنه الأمريكي اليوم استدرك أنه لا يستطيع أن يستمر بهذه السياسة خاصة الدولة العميقة. أنا أعتقد المتغير الأساسي الذي حصل هو إنذار بوتين الأخير، واللي أكدوا فيما بعد لافروف، أنه إذا كنتوا عم بتفكروا استعمال الصواريخ الطويلة المدى لاستهداف مواقع في العمق الروسي، فأنا أقول لكم أن ليس بمقدور القوات الأوكرانية أن تقوم بذلك، وإذا قامت بذلك فهذا يعني الأطلسي، عند هذا الحال نحن في حالة حرب مع دول الأطلسي. هذا دب الزعر في كل من العواصم الأوروبية، وإلى حد ما إلى حالة إرباك كبير داخل الولايات المتحدة. يعني لأول مرة يؤخذ بعين الاعتبار الكلام الروسي على جدية، وهون الذي ساهم إلى حد كبير في حسم التردد داخل الإدارة الأمريكية خبر لا ينتبه، يعني لم يلتفت إليه الإعلام بشكل عام، وهو يعني حصول منورات بحرية ضخمة تم تخطيط لها منذ أكثر من سنتين في المحيط الهادئ والمحيط القطب الشمالي وفي البحر المتوسط، وقد دعت الولايات الروسية حوالي 50 دولة لمشاهدة الموضوع، بمعنى أنه ليس بالولايات المتحدة أن تكون بمنأى عن ما يمكن أن يحصل في المسرح الأوروبي إذا ما تمادت أطلسي وتم الاستهداف روسيا. هذا أدى إلى التراجع، ولذلك أنا وشاهدنا التسريبات بين المزدوجين البريطانية والأمريكية أنه ليس هنالك من قرار في السماح للقوات الأوكرانية في استعمال الصواريخ مدينة طويلة المدى. إذا هذا التحول يعني أن لأول مرة الدولة العميقة أدركت أن هنالك جدية بالموقف الروسي وليس من باب يعني المزايدة الفارغة أو البهورات، بل العكس هنالك جدية وربما التوصل إلى حالة مواجهة عسكرية لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتحملها في الظرف الراهن على الأقل. إذا هذا هو المشهد، لأنه أنا في رأيي العقل الذي يدير المواجهة في شرق روسيا هو نفس العقل الذي يدير المواجهة في فلسطين المحتلة. إذا تم هنالك تراجع وتخفيض وتيرة التصعيد في شرق أوروبا، هذا سينعكس أيضا بشكل مباشر على انخفاض وتيرة التصعيد، وتيرة التصعيد وليس التوتر، وتيرة التصعيد في فلسطين. والملفت للنظر أيضا أنه نتنياهو سيذهب سيأتي إلى واشنطن الأسبوع القادم، مش هذا الأسبوع، يعني أسبوع ب 25 الشهر، للتباحث عما يمكن أن يجب أن يحصل في فلسطين. هل هو لشراء الوقت حتى الانتخابات أو هنالك تحول؟ هذا ما سنراه في ال10 أيام القادمة على الصعيد الأمريكي. هذا بالنسبة للمداخلة الأولى. طبعا المداخلة الثانية التي أيضا هي مرتبطة باللي تفضلنا فيها هلا، أن الدولة العميقة التي تقرر ليست إدارة بايدن ذاتها أو ما تبقى من إدارة بايدن، يعني مجموعة بلينكين، سوليفان أو أوستن أو حتى ويليام بيرد، ليس هؤلاء الذين يقررون. هنالك يعني هالدولة الخفية إذا سميناها، اللي هي مجموعة عناصر متعددة، منها المجمع العسكري الصناعي، منها
شبكة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، شركات التكنولوجيا، معاهد الإعلام بشكل واضح أيضا هو أصبح جزء من الدولة العميقة، مراكز الأبحاث، الأكاديميات يعني أو الجامعات، كل ذلك يدخل في تكوين عمل الدولة العميقة. ولكن الأداة التنفيذية لهذه الدولة العميقة هي الإدارة الحالية. وكيف تتحرك هذه الإدارة الدولة العميقة؟ هذا السؤال طرحته نوال في الأمس، وأنا أعتقد سؤال مهم وجوهري. وطبعا الإجابة على هذا السؤال يتطلب أكثر من حلقة في هذا الموضوع، ولكن بشكل سريع مثلا إذا أخذنا إحدى المكونات لهذه الدولة العميقة اللي هي شبكة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية، هذه عددها كبير جدا، وعدد العاملين كما أشرت في المداخلة السابقة قد يفوق من 100 ألف واحد، هذا حسب الإحصاءات التي تم تقديرها بال2010، وأنا في تقديري نحن في 2024 هذا العدد أكبر من ذلك، ولكن ليس هنالك من مصادر تستطيع أن تؤكد بدقة هذا الموضوع، ولكن عدد كبير. كيف تعمل هذه المؤسسات الاستخباراتية؟ خلقت مؤسسات في المجتمع المدني في الولايات المتحدة، كما أيضا هنالك مؤسسات داخل وزارة الخارجية لها استخباراتها، خلقت أيضا مؤسسات تعمل في الخارج. مثلا المؤسسات التي أنشئت في الولايات المتحدة لكي تعمل ضمن توجهات هذه الاستخبارات، مثلا في 2017 و18 عندما حصلت الاشتباكات أو التوترات العنصرية، فجأة نشأت مؤسسة اسمها Black Lives Matter، يعني حياة السود مهمة جدا، والذي كان يدعمها وهذه المفارقة الكبيرة الشركات الكبرى العملاقة في الولايات المتحدة، وطبعا مؤسسة المجتمع المفتوح الذي يملكها جورج سوروس. ومعروف العلاقات الوطيدة بين مؤسسة جورج سوروس والاستخبارات الأمريكية. إذا هذا مثلا نموذج أنه خلق مؤسسة غير حكومية مدنية تطرح أجندات كان الهدف الأساسي لهذه الأجندة التحويل الأنظار عن القضايا الأساسية وإلهاء المواطن الأمريكي بقضايا تفاعلات العنصرية وإلى آخره إلى آخره. نفس النموذج يستعمل في الدول في الخارج، وخاصة في الدول العربية، عبر مثلا مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية اللي اسمها National Endowment for Democracy، وقفية العمل الديمقراطي في العالم، التي هي تابعة بشكل مباشر نظريا أو قانونيا لوزارة الخارجية، ولكن هي تعمل لصالح الاستخبارات المركزية. وهذه المؤسسات تدعم المؤسسات غير الحكومية أو تساهم في تمويلها أو في دعمها في الدول العربية التي تطرح أجندات يعني عنوانها قد يستوجب أو يعني يستقطب الشباب، ولكن هدفه الأساسي خلق سردية سياسية مخالفة للسردية التي تعمل لتحقيق التحرر الوطني والاستقلال، مثلا إلهاء المجتمعات العربية بقضايا لا أقول تافهة، ولكن ليست لديها الأولوية، حقوق مثلا الأقليات سواء كانوا من المثليين أو الأعراق إلى آخره، ويعني ووضعها على قمة جدول الاهتمامات في الحراك السياسي المدني في هذه الدول العربية. يعني هذا هنا مثلا كانت تلك الأدوات التي حركت الشارع العربي فيما يسمى بالربيع العربي في 2011. إذا نرى هذه الدولة العميقة عبر أدواتها تتحرك لتصنع وتخلق أجواء سياسية، بالإضافة للتدخلات المباشرة لوكالات الاستخبارات في الدول في العالم، وخاصة في الوطن العربي. بس عودة إلى الولايات المتحدة، هذه الدولة العميقة بامتداداتها الداخلية المدنية، مثلا في الجامعات هنالك برامج لتمولها إما المجمع العسكري الصناعي، يعني خاصة شركات التصنيع السلاح بشكل مباشر، أو حتى وزارة الدفاع
تمول بعض البرامج البحثية بالمزدوجين في الجامعات، مما يخلق في إطار الجامعي مناخ أن استمرار التمويل أو البقاء أو التطور لهذه الجامعات مرتبط بالحفاظ على العلاقة الوثيقة مع هذا المجمع ومع هذه الدولة العميقة، ناهيك أن صناديق الوقفيات التي تستند إليها هذه الجامعات تمولها صحيح المتخرجين، يمولها المتخرجون من هذه الجامعات، ولكن أيضا الشركات الكبرى التي تساهم بشكل أو بآخر لدعم هذه الجامعة أو تلك الجامعات. من هنا نرى مثلا أهمية حملة BDS التي أدعت إلى مقاطعة الشركات التي تستثمر في الكيان، ونجحت إلى حد كبير في إجبار هذه المؤسسات الوقفيات إلى التخلي عن هذه الاستثمارات. ولكن هذا يعني يعكس أن مقاربة الدولة العميقة قد تكون ربما بنفس الأساليب التي تقوم تعمل بها داخل المربع الأمريكي. يعني هذه المؤسسات يعني عبر التمويل، يعني القدرة المالية المتوفرة لدى الدولة العميقة سواء عبر الموازنة المباشرة أو عبر المؤسسات التي تخلقها وتدعو إليها كبار الشركات لدعم هذا الموضوع، تخلق البنية السياسية والاجتماعية التي تساهم في ترويج سياسات الدولة العميقة. كذلك الوضع في العالم، في الأسبوع الماضي تكلمت عن العلاقة الوثيقة بين جيمس بيسوس المالك الأكبر لشركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست عبر الصفقات التجارية إذا جاز الكلام بين وزارة الدفاع وبين وكالة الاستخبارات المركزية ومنظومة أمازون لوضع يعني برنامج تخزين المعلومات في الفضاء. قيمة هذا المشروع حوالي 650 مليون دولار، هذا المعلن. وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من المؤسسات الإعلامية التي تساهم فيها عدد المؤسسات التابعة إما للبنتاغون أو للمؤسسات الاستخباراتية. لذلك نرى التشابك بين العمل التجاري أو الاقتصادي الطبيعي العادي والمؤسسة الجامعية ومراكز الأبحاث التي معظمها ممولة من تلك الشركات التابعة للمجمع العسكري الصناعي أو حتى من اللوبيات الأخرى. يعني مثلا موضوع اللوبي النفطي، أحد الإخوان أشار أنه لم أذكر اللوبي النفطي. اللوبي النفطي مهم جدا في معرفة دوره وتأثيره. في المرحلة السابقة قبل أن تقرر الولايات المتحدة الخروج من الحقبة الصناعية، كان اللوبي النفطي أساسي، لأنه النفط والطاقة هو يعني أساس الحركة أو البنية الصناعية. عندما قررت الخروج من حقبة التصنيع تراجع دور أو أهمية أو نفوذ، لم يلغى ولكن ما زال موجود، خاصة في الخارج لأسباب جيوستراتيجية، كيف السيطرة على مصادر النفط وشرايين النفط والطاقة للضغط على الدول التي قد تنافس الولايات المتحدة. ولكن في الداخل الأمريكي تراجع هذا النفوذ، ولكن ما زالت هذه المؤسسات النفطية تساهم إلى حد كبير في تمويل العديد من مراكز الأبحاث والصحف لترويج سياساتها. إذن هذه الشبكة المتنوعة من مؤسسات كلها تحركها هذه المؤسسات الأمنية والاستخباراتية. يبقى السؤال، ماذا يحرك هذه المؤسسات الاستخباراتية والمالية؟ العلاقة المباشرة بين المجمع العسكري الصناعي والمجمع الاستخباراتي هو أيضا أحد المفاتيح. مثلا المساهمة أو الدعم السندية التي تؤدي إلى التوتير العسكري في الدول في العالم هو يعني طلب المزيد من الطلب على التسليح. منذ يومين تم الإعلان عن صفقة ريتيون لتزويد عدد من الدول من الحلف الأطلسي وخاصة دول أوروبا الشرقية بمنظومة قيمة الصفقة حوالي 3.2 مليار دولار.
ليس مبلغا كبيرا ولكن دليل على كيف يعمل، يعني يستثمر الواقع السياسي والعسكري الظرفي لتمرير هذه الصفقات، لتمرير هذه النفقات. وكل المساعدات التي أعطيت بالمزدوجان مثلا لأوكرانيا حوالي 90% يعني مكث في الولايات المتحدة، لم تذهب إلى أوكرانيا. استفاد الأوكرانيون أو النخب الحاكمة في أوكرانيا أخذوا من حصتهم، والدولة الأوكرانية أخذت من الجمل أذنه فقط لا غير، بينما الجسم الأكبر مكث في الولايات المتحدة وذهب إلى الشركات التي تصنع. نتيجة أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم. عندي مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، يعني شركة رايتيون بتشرين يعني قبل طوفان الأقصى كان سعر السهم 73 دولار، اليوم حوالي 120 دولار، يعني بعد سنة تقريبا ارتفاع 50 دولار، يعني ما يوازي أكثر من 70% من قيمة السهم. شركة نورثروب جرومان كان سعر السهم 410 دولارات من نفس الفترة، اليوم صار 520. شركة لوكهيد مارتن كان السهم 409 دولارات صار 566. جنرال داينامكس كان 223 صار 305. يعني بمعنى الذي استثمر في هذه الشركات وشرى هذه الأسهم عمل ثروة كبيرة من حيث يعني من لا شيء، ليس بقيمة بسبب أنه عملت أرباح، ولكن بسبب العقود التي أعطيت لهذه الدول، للدول المستفيدة وخاصة للشركات عبر الشركات، أدت إلى الثراء. المسؤولون الكبار في وزارة الدفاع وفي المؤسسات الأمنية يتبعون أو يستفيدون من واقع البواب، دورة الأبواب يعني ريفولفينج دورز، بيخرجوا من الخدمة بيصيروا أعضاء بمجالس الإدارة في هذه الشركات، وكانوا إذا كانوا أيضا في مجالس إدارة يدخلون في مرحلة لاحقة إلى الدولة للحكم. مثلا جنرال أوستن، يعني لويد أوستن كان عضو مجلس إدارة، كان ضابط في البنتاغون، عند التقاعد صار عضو مجلس إدارة لشركة التلفزيون، وخلاص صار وزير دفاع. بتريوس اللي كان قائد المنطقة الوسطى عمل مدير المقاولة المركزية، اليوم يعني انه الصوت عم بيقطش هذول دكتور يعني زياد. عندهم علاقة، هذا لأنه الإنترنت ضعيف عندي صار. نعم، إذا بتسكر الكاميرا هيك الصورة مش طالعة منيح. أوكي، نعم. إذا بنشوف هذه العلاقة العضوية بين الأشخاص كأشخاص ومصالحهم والسياسات التي يتبعوها في ترويج سياسات، ولكن مصالحهم الخاصة. اليوم أصبحنا في مرحلة جديدة، أن المحرك للدولة العميقة هي مصالح خاصة لهذه لهؤلاء المسؤولين. مثلا رؤساء الاستخبارات السابقين والحاليين إلو المصلحة باستمرار التوتر لتبرير الإنفاق الحكومي على موازنتهم لاستمرار في العمل. إذا ما في مشكلة بدهم يخلقوا مشكلة. يعني هذه الدولة العميقة اليوم أصبحت تعمل لصالحها وليس لصالح أو لحماية الدولة، وهذه الدولة العميقة هي التي تملك مفاصل القرار على الصعيد السياسي، على الصعيد العسكري، على الصعيد الأمني بطبيعة الحال، وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، لأن الشركات المالية التي تمول كل ذلك هي أيضا ممسوكة من الدولة العميقة وتساهم أيضا في تمويل هذه المشاريع. يعني اليوم الإعلام كما أشرت الأسبوع الماضي متمركز بيد 6 شركات، طب هذه الشركات مملوكة منها الشركات المالية. العلاقة الواضحة بين الشركات، بين شركات الإعلام والمؤسسات الإعلامية والبنتاغون والمؤسسات الاستخباراتية واضحة وموثقة، وملكية هذه الشركات من قبل المالية لا يمكن أن يحصل دون موافقة هذه الشركات المالية التي تملك كل شيء. إذا نرى التفاعل بين كل هالمؤسسات الذي يصنع القرار. أما اليوم في استحقاقات
هنالك استحقاقان اساسيان، الاستحقاق في الجبهه الشرقيه في اوروبا وفي فلسطين المحتله. نحن في وصلت هذه الدوله العميقه الى قناعه انه ربما لابد من المراجعه للخيارات وللسياسات. لم تتبرور توجه هذه المراجعات، ولكن القرار بعدم التصعيد هو نقطة تحول كبير في مسار والسياسة الخارجية، ستنعكس فيما بعد على الإدارة بغض النظر إن كانت ديمقراطية أو جمهورية، وستنعكس أيضا على مسار المواجهة التي تحصل في فلسطين. ليس هنالك من خطوط واضحة حول ماذا يمكن أن تقدمه هذه الدولة العميقة. أنا في رأيي، هذا وجهة نظر خاصة، الدولة العميقة لديها استعداد أن تتخلى عن أعباء التي تهدد مصيرها. في لبنان الدولة العميقة هو النظام الطائفي العميق. عندما حصلت الأزمة المالية أنا قلت بال2019 للعديد من الأصدقاء هذه الدولة، هذا النظام سيضحي في مرحلة ما برياض سلامي، واليوم نرى ذلك. كذلك الأمر أنا أعتقد يعني علينا أن نتوقع شيء مماثل في الدولة العميقة في الولايات المتحدة، ربما التضحية بالقوى أو لجم القوى التي تفرض هيمنتها على مسار الأمور، سواء في الصراع في أوكرانيا أو في شرق أوروبا أو حتى في المنطقة. جهتها وتفاصيلها ليست واضحة، ولكن علينا أن نتوقع هذه تلك الخطوة، لأنه لا تستطيع الدولة أن العميق أن تستمر في سياساتها إلا عبر المزيد من القمع والسيطرة، وهذا يعني التصادم المباشر في الشارع بين قوى شعبوية ورموز الدولة العميقة، وهذا ما لا تريده القوى التي تقف وراء الدولة العميقة وخاصة الشركات الكبرى، لأنه عدم الاستقرار الداخلي يضر بمصالحها. إذن علينا أن ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية، وهذا هو ربما سيكون العنوان للمرحلة القادمة. والسلام القدس عليكم جميعا، شكرا لاستقبالكم. شكرا شكرا يا دكتور زياد، يعني قيم جدا. ما بعرف إذا الأستاذ سميح معنا، إذا معنا بس مشان يفتح الكاميرا لحتى نعطيه. شكرا دكتور.